السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. أسفرت عملية مشتركة ما بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بمغرب بمعبر القرقارات جنوب مدينة الداخلة زوال اليوم الثلاثاء عن إجهاض محاولة لتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما يناهز 3 أطنان و215 كيلوغرامات من مخدر الحشيش. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة المنجزة بهذا المعبر الحدودي أسفرت عن ضبط كميات المخدرات المحجوزة ملفوفة ضمن شاحنة من مواد الفلاحية، والتي كانت محملة على متن مقطورة موصولة بالشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب. وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 34 سنة، والذي تم إخضاعه للإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة إلى جهة الأمنية المختصة ترابيا للكشف عن الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات ومؤثرات العقلية.